يصب الصحي وانهارا انهارا. انحفت الريح من تلقاء كاذبه وامض البرق في الظلماء من هضمي. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا ارق لذكر الباري والعلم. طبعا هاي المسابقة اللي أطلقتها المنظمة تحت عنوان المسابقة الوطنية للمواهب الشابة اللي بدأنا فيها بكل المحافظات السورية، واللي اليوم نشاهد هذا الأنشطة الفنية المختلفة للشباب في فرع دمشق بالتشارك مع مشروع بكرة، نتوجه له بالشكر والتقدير حقيقة لكل الصعوبات اللي تعترض العمل وكل مستلزمات العمل سهلها من خلال مشروع بكرة إنه نادي المحافظة. وبالتالي هاي الشباب المواهب الفنية الشابة اللي عم نشاهدها اليوم، هاي الطاقة المتميزة بالتأكيد تم صقلها من خلال منظمة حاشية الثورة بالتعاون مع هذا المشروع. وبالتالي ظهرت عندنا مواهب شابة كانوا بالعزف الجماعي أو بالغناء الجماعي أو العزف الفردي. أهمية مثل هيك مسابقة إنه الطفل بنقدر بقى ننتقي ونفرز الطفل الموهوب لحتى ننمي هاي الموهبة عنده بشكل هيك أكاديمي وصحيح. المشكلة بالمتابعة، لأنه السنة الماضية كمان نقينا مجموعة من الرفاق المتميزين وما صار في متابعة يعني جدية معهم، يعني هي الخطوة مهمة للانتقاء، ولكن المتابعة أهم. فنوصي نحن القائمين أنه يضلوا متابعين مع هدول اللي عم ننتقيهم نحن. هلا مبدئيا في مواهب موجودة هي خامات، نحن مهمتنا نطور هاي الخامة لتصير موهبة حقيقية، تمام؟ نسبة اللي مبدئيا لهلا اللي عم نشوف لسه في تفاوت في طرق تدريس خطأ واضحة عند المتسابقين أو الطلاب الموجودين. في منهم في موهبة متميزين بس كتير بدهم نشتغل عليها، بس يعني فينا نقيم بطريقة ماشي حالة، تمام؟ الموهبة اللي شاركنا فيها هون تمثيل، طبعا كتير مجهزين أدوار ومشتغلين عليها، إن شاء الله تعجب اللجنة وتكون عند ثقتهم. نحن جينا لهون مشان رقص شعبي، طبعا هذا الشيء بيمثل بلادنا، بخليها أكثر بنرفع اسم بلادنا، ونحن كتير فخورين والله يوفق الكل هون. اخترت موهبتي الرقص لأنه هي موهبتي من أنا وصغيرة، أنا بحب الرقص أي رقص، بس مهم إنه كتير بحب الرقص الشعبي بما إنه بيمثل عن هويتنا وعن وطننا، وإحنا بدنا نمثل مدرستنا نرفع اسمها بالعالي. Oh, God.